ترى. قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين عدد آلائه ونجوم سمائه وحتى يرضى وبعد الرضا. الحمد لله لنعمة ولاية محمد وآل محمد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى من ينظر إلى قبة الحسين. قبل أن أبدأ هذه الليلة وقبل أن نتلقى اتصالات زوار الحسين عن البعد، أقول هذه الأطروحة لعلها تفيد بجزئية معينة نكررها مرارا وتكرار، عل من يسمعها لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس. الأطروحة تقول أننا حينما نصور بالكاميرات الشمس التي هي مصدر الضوء والحرارة والأمان للإنسان، نستفيد من هذا التصوير معرفة عن مستوى ضوء الشمس، ولكن أكيدا لا نستفيد تمثل الفيتامين من تلقي هذا الجلد بطبقاته الثلاث إلى التعرض إلى الشمس. لكن السؤال، والسؤال الأكيد الذي ينبري في الذهن، أننا إذا زرنا قبة الإمام الحسين عبر وسائل الإعلام أو نظرنا إلى مجلس الحسين عبر وسائل الإعلام، نعم نحصل كمية من الثواب ونحصل على كمية من المعرفة ونحصل على كمية من العلم، ولكن هل يغني ذلك عن الحضور تحت منبر الإمام الحسين للحصول على تمثل، لا أقول الجلد بل تمثل القلب، من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب؟ طبعا لا وقطعا لا، لأن هناك فوائد لا تحصل إلا بالحضور المباشر، كذلك هي مفردة الزيارة عند الإمام الحسين. نعم إن الله عز وجل والمتمثل بكل قواه الرحمانية برحمة الله الواسعة لسيدي ومولاي الإمام الحسين معتمدي ورجائي، أن زيارة الحسين عند القلوب المنكسرة والإمام الحسين عند القلوب المنكسرة صح، ولكن هذا لا يستدعي منا أننا نقصر ما استطعنا عن زيارة الحسين، لا بل حتى عن مجلس الحسين، لقول الإمام الصادق يقول من تخلف عن مجلس الحسين وهو يقدر، يعني مو عائق حقيقي، مو عائق أنت تفترضه، أنا تعبان أنا نعسان أخاف لا يأثر على دوامي أخاف لا يأثر على رزقي، علمت بأن قضية الإمام الحسين لا تقدم أجل ولا تقطع رزق كما يقول الإمام، من تخلف، وحديث الإمام الصادق يقول من تخلف عن مجلس الحسين وهو يقدر فقد عق رسول الله، وما أحوجنا إلى أن نبر رسول الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن نبدأ هذه الليلة من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، واهجرهم هجرا جميلا، صدق الله العلي العظيم. من مفردة الهجر إلى مفردة الصبر إلى مفردة الجمال، تناسق هذه الألفاظ طبعا آية 10 من سورة المزمل إلى آية 5 من سورة المعارج، فاصبر صبرا جميلا. نريد أن نأخذ بحديث الإمام الصادق أن تعقيبة الآية فهم الآية، يعني أطروحة للإمام، شنو أطروحة؟ نظرية، شنو النظرية؟ أقول قانون وفوق القانون كلام الإمام، فكلام الإمام إمام الكلام، لأن احنا للأسف عشنا زمن يعني نعرض آراء الكل وبعدين رأي المعصوم كأنه واحد من هؤلاء. مولانا لو عندنا وجدان أمام الحسين نقول هذا رأي المعصوم، اللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبه براحته خليه يتولى غير محمد وآل محمد، لو عندنا وجدان نقدر بهيك صراحة نسولف ويا الناس. النتيجة بصراحة لأن هو على باطلهم على قول أمير المؤمنين، يقول والله لو أن معاوية يقايضني فيكم مقايضة الدينار بالدرهم لفعلت، لأن صاحبهم على الباطل ويطيعوه وصاحبكم على الحق وتعصوه. هي المشكلة هاي النظامية والانبطاحية وشتري سميها سميها. أعرض قول الإمام الصادق ولا أعرض غيره في هذه الليلة، أقول أن الإمام الصادق يقول تعقيبة الآية فهم الآية، نأتي إلى الآية 5 من سورة المعارج والآية 10 من سورة المزمل، كلاهما ينتهي بمفردة جميل،
الجمال موضوع كبير جدا لا يمكن اختزاله بهذه الساعة التلفزيونية أو الساعة الحقيقية، يعني أقصد لغة واصطلاحا، لأنه الساعة التلفزيونية تأخذ 45 دقيقة مو 60 دقيقة. لا يمكن اختزال عملية الجمال بهذه الدقائق، ولكن من باب تبويب، من باب عناوين، من باب الإشارة أبلغ من التصريح، والقليل أفضل من الحرمان. أكثر من هذا ما راح أتعدى قول المعصوم. الجمال قضية تعتمد بحسب مائز القسمة لناظر الجمال، يعني هاي الحكاية شوية ثقيلة ومسبوكة ومضغوطة مندليفية، يعني بيها ضغط. أقول ما معنى مائز القسمة لناظر الجمال؟ بعبارة: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أولا للاعتباريات من علماء الانثروبولوجي أقول أن أنا أشوف جمال غيري ما يشوفه، صح؟ واحد يشوف هذا الشيء جميل، نفس هذا الواحد بعد مرور زمن لا يرى هذا الشيء جميل، إما لظهور جمال أكثر منه، إما لتوهمه بنظرية اللحظة الأولى يسمونها، وإما لقضية كثرة المعروض من الجمال فيتبدد جمال الأول بجمال الثاني. هذا المعنى المادي اللي قاعد أقوله أنا الآن. لكن الجمال الحقيقي يحمل صفات عند الماديين وعند المعنويين. أولا الجمال يجب أن يأخذ صفة الأبدية. اثنين يجب أن يجتمع على هذا الجمال أكثر من نفر حتى يصير شنو؟ عينة عشوائية حتى نقدر نصدر قانون في هذا الجمال. ثلاثة أن يكون هذا الجمال لذوي العقل، يعني للمختصين، على ذن المفردات الثلاثة. وبعجالة أريد أفتح البيان، لأنه اللي شاهدنا يختلف مستوى العقلي والعلمي، يعني ما بين أستاذ الجامعة، ما بين المفكر، ما بين العالم، ما بين الفقيه، ما بين صاحب الفطرة الذي لا يرى إلا مفردات طيبة ممكن أن تكون في نظره جميلة. الجمال النسبي باختلاف الناظر، مو واحد ينظر إلى السواد على أنه حزن، واحد ينظر إلى السواد أنه سؤدد من قول المولى علي بن أبي طالب. فترى أن من ينظر إلى هذا الجمال الناس تعشق من في خده خالو، واحد يحب له واحد أسود، فيقول فكيف بحبيبي وكله خالو. مستوى النظر إلى طبيعة الجمال من يعني بعبارة العقلاء بلحاظ ما يرى من هذا الجمال غير ما يراه غيره. نبدأ أن المأمون العباسي عليه لعائن الله لما نظر إلى حفر قبري كسرى في رواية نظر في وجهه جمال لم يأكله تراب، زين لا كسرى مسلم أو لا مأمنين على أرض أو لا أكو موضوع شرعي يسعف ذلك، مو إذن كيف رأى ذلك الجمال؟ هل كان الجمال بنظرة الناظر وهو المأمون العباسي؟ قطعا لا، نظر غيره فرأى ذلك الجمال. هل هناك شك في عقيدة أن ذلك الحاكم كسرى كان كافرا؟ هم أكو شك. إذن كيف نظروا إلى هذا الجمال ولم يأكله التراب؟ أكو قضية، القضية تحكم أن في كسرى شيء جعل له فقط أن يبقي وجهه في التربة لأيام. هذه القضية نفرض تختص بعدالة، تختص بكرم، تختص، إذن صفات الجمال تترك آثارها حتى بعد القبر. هذه جزئية مهمة. جزئية ثانية أن هذا الجمال الذي كان لهذا الكافر بنظر الكافر الثاني هو إقامة حجة على الكافر، باعتبار أن إقامة الحجة الشرعية على أي واحد من البشر هو الالتفات إلى الوجوب العقلي في تجنب الخطر. مع ذلك أقول يخرج السائر للإمام الحسين، وهذه دعوة الآن كل العالم يشوفون، ويعني ما أريد أعد مدينة بعد مدينة، لأنه اليوم بالإعادة يبلغني الأخوة في الكنترول أن من المدينة المنورة من مدينة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم تتصل نساء ورجال يتصلون أيضا يقولون نريد الدعاء، نريد الزيارة، يقولون لهم هذه إعادة للبرنامج ساعة ثلاثة، لا نريد أن نتصل حتى نكلم الشيخ. أنا بخدمتكم الآن عبر البث المباشر. أولا ما نلحظه من الجمال باختلاف أعمارنا من قول الإمام الباقر الناس منازل ودرجات وحالات، إبداعة الحسين باوعولي، إبداعة الحسين سمعوها زين هاي الحجاية، الناس منازل ودرجات وحالات. منازل انت منزلتك اليوم مو منزلتك البارحة في داخل البرنامج، مو بعد يومين ثلاثة لما يعطف الله عليك
بعطفه وكرمه وجوده أن يقرب بينك وبين الحسين؟ زين، درجتك الآن وأنت تقول يا حسين أو اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا اللفظ الجميل ولا أجمل منه قول، طبعا تختلف بعد قولك، والناس منازل ودرجات وحالات، حال الإنسان يكفي بالاستقرار إلى لفظة الجمال. الجمال الذي أريد أن أصل إليه، يخرج الماشي على قدميه إلى الإمام الحسين، الناس تشوف هذا المنظر، التراب، الشمس، البرد، كل ما يعاني منه، وارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، يذهب الزار. بجماله واهتمامه بنفسه وشكله لا يكون أجمل من ذلك البهاء الذي يرجع الحاج من بيت الله وجهه كله مغلوب من السمار مما لسعته الشمس. ناس تقول له والله وجهك نور، حسا مجاملة، واقعا الله ورسوله أعلم بذلك، لكن الذي يذهب إلى الإمام الحسين، يعني اتصال بعد، احنا ما لحقنا، صار 15 دقيقة، أي أنا خادم، بس أريد أوصل فكرة للجمال حتى نسمع جميل كلمات من يعتقد بنظره إلى الجمال. السائر إلى الحسين سير عنده بطباطة، هاي الفرقاسة اللي يصير بقدمه، هاي الآثار، طبعا الآن أنا أتكلم عن الفرقاسة، عن الآثار، عن الاحتكاك، عن هذا، يمكن اللي ما مجربها ما يرى هذا الجمال، لأن تصوره موجب لتصديقه. الجمال يراد لأن تعاينه وتحس به، يعني تشعر به. يصل الزائر، فلما يصل إلى جمال قبة الإمام الحسين مع الزحام مع الحشود المليونية، يرى جمال لا يراه غيره. ليش؟ لأن هذا موضوع جمال ذلك الذي لمتنني فيه. ليش مولانا؟ زليخة لما رأت جمال يوسف أخفى عنها ألم أنها تتجرأ، وهي زوجة العزيز، زوجة الفرعون. ليش؟ لأنها رأت جمال. النساء لامن زليخة بما صنعت. زليخة قالت هاي الوادي متظل كل من يسولف بكيفه، مو احنا هم راح نبزع، يومية هجمة على الحسين، يومية هجمة على مشاية الحسين، يومية هجمة على جمال مجلس الحسين، على إحياء مجلس الحسين، ما راح نخلص من هاي المصايب يا عمي. إذن شنو سوت؟ جابت سكين، جابت أثر الدم، وأكد مع ألم ما يجري من الدم، وأدخلت يوسف عليهم. طبعا أعدت لهن متكئ، المتكئ مرة على الأرائك متكئين يوم القيامة كفضل الجنان، ومرة على الزليخة، والقياس مع الفارق. لما دخل يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، شنو صار؟ أكبرنه، حاشا لله إن هو إلا، وقطع عن إيديهن. الحمد لله، هاي لله وللحسين. ليش؟ لأن ذلك الذي لمتنني فيه، وداعت شيبة الحسين اللي يذوق جمال معنى إقامة مجلس الحسين والبكاء على الحسين وزيارة الحسين، أبدا بعد ما يتجرأ على ملامة خدام الحسين، لأنه ما ضايق هذا الجمال. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. قطعنا أيديهن. إجت نظرية في علم الاجتماع خصصت لنا مورد، قالت أن هناك نظرية تسمى نظرية اللذة والألم. زين مولانا، كل ما يتعلق بالإمام الحسين فيه ألم، مرة ألم ببذل مالي، مرة بتجاسر على خدام الحسين، مرة بحار وشمس، مرة كثيرة هي أنواع الألم في حب الحسين، ولكن الذين يقومون بهذا الألم يشعرون به مطلق اللذة. ليش؟ لأن الحسين شرع لهذا الألم بنظرية أعلى من نظرية يوسف. وأي جمال يوسف من جمال الحسين؟ بطريقة واحدة، أن يوسف لما أرجع زليخة بكرا وشابة وجميلة وتزوجها، لامها قليل من السؤال، قال زليخة لما دعوتيني؟ قالت جمالك أغواني. قالها زين، كيف بك إذا رأيتي جمال محمد؟ تعبير إخواننا در جمال محمد صلوات، كيف بك إذا رأيت جمال محمد؟ قالت قف يا يوسف، فإنما علق في قلبي أكثر مما علق. قالها أوقف، أنت ما شايفت أنا قاعد أحدثك عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. قالت يا يوسف الذي علق في قلبي، هاي مستشعرة، واحد مشغل آلة استشعار الجمال، واحد عنده ذوق
في عالم السيارات، واحد عنده ذوق في عالم الأحجار، واحد عنده ذوق في عالم اختيار الديكورات، واحد عنده ذوق في عالم الجمال، شنو المشكلة؟ قالت له اسمع يا يوسف، الذي علق في قلبي من اسمه أكثر من الذي علق في قلبي من رؤيتك، دخيلك يا محمد، ومحمد المصطفى يرى في جمال الحسين ما لا يراه أحد، بل رأته زينب. كيف؟ أولا رأى النبي ورأت زينب ثم رأى الحسين. شلون رأوا جميعا؟ أن الحسين يقول من حب الجمال: ولو قطعتني، باللسان المنسوب، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، ولو قطعتني بمن؟ بالله المشاهد جاوبني، خليها جلسة كأنك أنت ويا الحسين وأنا إن شاء الله خادم ناقل الأمانة إلى الإمام الحسين. ولو قطعتني في الحب، حب الجمال أخفى ألم القطع، لذلك ما قال ولو قطعتني بالسيف، ولو قطعتني في الحب إرابة، فما مال الفؤاد إلى سواك. عجيب، يعني طبعا الله أجمل من يوسف، والحسين أدق في نظرة الجمال، من زليخ قبال الحسين؟ الحسين حدد وجهة نظر الجمال بالخالق عز وجل. لذلك أنا أسأل أي مرة، أنا أسأل أي إنسانة بالوجود الآن أيا كان دينها ومذهبها، كيف ترين الجمال؟ أنا أقول لك شلون تشوفين الجمال؟ أنت تشوفينه يمكن محدود، ممكن أيام، ممكن ساعات، ممكن أبدي، لكن سؤال، لما يسأل يزيد عليه اللعائن زينب كيف رأيتي صنع الله فيكم؟ لو قايل لها كيف رأيتي صنعي شقات لأقبح القبيح، لكن قال كيف رأيتي صنع الله، يريد ينسب أن قتل الحسين الله اللي قدر علي وانقتل، أنا مالي دخل، دقيق بالعبارة عليه اللعائن. زينب جاوبته بأدق ببلاغة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، قالت ما رأيت إلا جميلة، أولا اهجرهم هجرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا لكعبة الصبر زينب. إذن زينب لا تلحظ الدماء والكفوف المقطعة وعيال وثوب رقية الذي احترق، أبدا ما تلحظ هذا، هذا في ذات الله قليل، خذ مني هذا القليل، تقبل مني هذا القربان. عجيب، لا يوجد في الحسين شيء محدود من كل ذاته المقدسة، ولكنها ترى أنها كله لله. خلص ما رأيت إلا جميلة. تعالوا، هل يعني اسمحوا لي، احنا فقط الليلة، بكرة إن شاء الله نختم ونعود إن شاء الله في برامج في الأسبوع القادم، عندنا سفر اضطراري. الآن أقول لكم تعالوا نلحظ الجمال، ولكن بعد هذا الفاصل ببركة جمال لفظ الصلاة على محمد وآل محمد. ليطينة ليطينة من أديم الآل قد عجينت، إن يفرحوا فرحت، إن يفرحوا فرحت، أو يحزنوا حزنت، إن يفرحوا فرحت أو يحزنوا حزنت، نفسي وأنفس أهلي بالولا فطرت، لا عذب الله عذب الله، لا عذب الله، أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن، جدي يحب عليا، جدي يحب عليا حب مفتتني، وجدتي حبها من أعظم السنن، أمي ترتله، أمي ترتله في السر والعلن، وكان لي والد
وكان لي والد وكان لي والد يهوى أبا وحسن وصرت من ذي وداع أهوى أبا وحسن فصرت من ذي ودا فصرت من ذي ودا أهوى أبا حسن أهوى أبا حسن بعلي قلب تعلق دوم وهو 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 وعلى اعتابه وعلى اعتابه أطيح بشوق وهو وهو الكعبة تشرف العباد وهو 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 شرف شرف للكعبة حمايل حميل عدنا وعادت جمال مطلقا مع الحسين. قبل أن أبدأ الاتصال أقول اهجرهم هجرا جميلا. الهجر ليس بعقوبة لكنه وسيلة إصلاحية قاسية، فجماله بقسوته. تعالوا لا نهجر زيارة الحسين ونستقبل الاتصالات إن شاء الله. الآن وقبل أن نستقبل أول اتصال أقول حينما يشرع الله عز وجل معنى الهجر بالمضاجع ليس إلا أننا نريد أن نصل إلى مقام مهم جدا، وهذا المقام الذي أريد أن أصل إليه هو من معنى الهجرة التي يهجر فيها الإنسان بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المهاجر من هجر السيئات. قبل أن نشرق ونغرب عن عالم الهجر والهجرة نقول في هجرة النبي لأهل مكة ولأهل المدينة كانت دواعي، نعم هي ضرورية ولكن فيها عقوبة مضمنة في عملية إصلاحية. إذن نحن أمام هذه الوسيلة. حياكم الله بثينة من ديالة، أهلا ومرحبا. السلام عليكم. حياكم الله، اهلا وسهلا. شلونك شيخنا؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بثينة. شيخنا عندي طلب يمك، دم الامام الحسين ويمك. اريد عندي حاجه، يعني انت تقولون الدعاء مستجاب، انا يعني دعيت ما خليت دعاء ما دعيته، يعني دعاء ما يستجاب، يعني اريد شو انت تدعي لي انت. زين. اول مرة اليوم عنوان هذه الليلة حتى لا نهجر زيارة الحسين وحتى نكثف عدد زوار الحسين، كم واحد أفراد عائلتك بثينة؟ خلنا نتفق من البداية، كم واحد أفراد عائلتي؟ 13. الآن الآن انذري انذري نذر واجب، قولي لله علي نذرا إذا قضت شغلتي أجيبهم وأجل الحسين أزور حتى 13 شمعة عند الإمام الحسين. الآن خلص أنت قلتي وهذا عهد بيني وبينك ونذرك إن شاء الله بينك وبين الله، والشاهد علينا سيدي ومولاي الحسين إن شاء الله مقضي الحوائج. سلمي على الحسين. لحظة يا شيخنا، إذا قضت حاجتي أرجع أخابرك وأقول لك انقضت بفضل دعائك وبفضل سيد الشهداء إمام الحسين. أنا واثق من أن الحسين قادر على قضاء جميع الحوائج، ولكن نحن الذين لا نعرف المفاتيح نحتاج إلى مفاتيح، وهذه المفاتيح بيد محمد وآل محمد وزيارة الإمام الحسين إن شاء الله. مولاي يعني كنت بهالأسبوع من سيدي ومولاي الإمامين العسكريين وخليت رسالة عند مقام مولاي قائم آل محمد، أريد تدعي لي من عندك تقول له صاحبك الرسالة حادثة تنقضي. اللهم آمين يا مولاي يا صاحب الزمان يا قرة الأعين، متى نراك وترانا يا صاحب العصر والزمان. شكرا إليك. شكرا بثين. رائدة من بغداد، تفضل يا رائدة. حياكم الله رائدة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم شيخنا. عليكم ألف سلام، حياكم الله. شيخنا بس إذا ممكن عندي سؤال بخصوص استجابة الدعاء. زين. إحنا الحمد لله والشكر
يعني شيخنا؟ وياك اسمعك رائده، كل اذان صاغيه. عندك شيخنا احمد بن الحمد لله وشكر شكر يعني الشيعه اثنا عشريه يعني مؤمنين من بعيد وبجرها مثل الناس تقاتل وتقول يا علي يا حيدر يا زهره، هي كلها اسماء نورانيه يعني ها كل اسم من عندها مو يملك النواصب اكثر من النواصب، واحنا قال الحمد لله والشكر اكو ما اعرف كيف النهروان الامام علي بن ابي طالب سلام عليكم خواجه من الخواجه العصر في فترات كان فقط شهيد من الامير المؤمنين، لكن بالمقابل 4000 ضعيف تقريبا من القتلى. فاحنا الحمد لله والشكر يعني مؤمنين بهذه القضيه. شنو اللي بيأخر حتى احنا بالبيت كلنا والناس جيراننا يكون بعائل اهل الثغور من بعيد نصلي صلاه يعني كنت يكون اللي هي الصلاه من اصلها الحمد لله والشكر ربي يجزي. احنا بيصير عندنا بنشوف الشهداء وبنشوف تاخير المطر سنه وكذاني. لا ماكو خلل رائده ماكو ارتباط ماكو ملازمه. هذا السؤال خلنا نجاوب على هذا السؤال. بلي وعندي سؤال خاص ايضا اخر وهو انا عندي قضيه تخصني يعني ايضا بخصوص الدعاء صادق ومستعد بلي عندي ويا ناس يعني نطلبهم دم بلي ونطلبهم ايضا ثروه ومال ايضا بلي واني شباك القاسم وشباك الحسين ما تمرضت وما طلبت رب بلي. رائدة تسمعيني؟ إذا تسمعيني خلي أجاوب على السؤال العام بعدين على السؤال الخاص. أولا بخصوص استجابة الدعاء، رائدة بخصوص استجابة الدعاء تسمعيني من التلفزيون مباشرة، استجابة الدعاء الله عز وجل شرع الدعاء وضمن الإجابة بتعبير الإمام زين العابدين، يا من حثثت على الدعاء وضمنت الإجابة واعتبرت أن من لا يدعوك متكبرا عليك، إذن قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. ولكن هل إن الله عز وجل يقبل بأن الدعاء الذي يضرك، ممكن أنت مثل الطفل اللي تريد من أبوك فد حاجة تضرك، إن الله عز وجل يشرع هذا المعنى لتغربلن ولتغربلن ولتغربلن؟ هذه الأمور التي تجري على عالم التشيع هي عملية تمحيص لاستقبال الإمام. تفضلوا نستقبل اتصال. أم حسين من البصرة تفضل يا أبوي. ألو عليكم السلام. كنترول شوية نزل الصوت إذا تقدر من يمك. تفضلوا. نعم تفضلي أم حسين تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. الله يطول عمرك أم حسين تفضلي، أنت على الهواء وأمام قبة الحسين. أم حسين أني بطول وياك بخدمتك تفضلي. السلام عليكم شلون كثير رحم الله والديك. الشيخ نادي طلب يمك يم أبو عبد الله. احسن شيء يقول الطلب يم الحسين. يا من يقضى يا من يقضى عنده كل الحوائج، يا من يطلب عنده كل مفقود. يا حسين ورد منك ان شاء الله تلقينا وانا مجموعه 10 نفرات هون تعبانين. زين احنا على نفس الاتفاق اليوم، كل من يقضي له الحسين حاجه يعاهد الحسين على نحو النذر الواجب أن يزوره في ليلة الجمعة وأن يزوره في عرفة وما استطاع إلى ذلك سبيلا إن شاء الله. يا الله يا الله مشكورة مشكورة أم حسين حياك الله حياكم الله. أهلا وسهلا بنتي رغد من بغداد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام أهلا يا أبوي تفضلي. السلام عليكم سيدي ومولاي عليك السلام سيدي ومولاي عطاك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هنيئاً إليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا رغد تفضلي. السلام عليكم يا سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. إن شاء الله إن شاء الله أبداً ما يخرس لسانك بالسلام على الحسين. السلام عليكم يا سيدتي ومولاتي زينب. والنعم. السلام عليكم يا سيدي ومولاي ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدي يا ابو عبد الله الحسين. الله يبارك فيك. يا سيدي ومولاي انت اعلى من حاصل يا سيدي ومولاي. السلام عليك يا وارث ادم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن محمد السلام عليك ابن علي المرتضى السلام عليك ابن فاطمة الزهراء السلام عليك ابن خديجة الخدري السلام
سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين، يا أبا عبد الله الحسين أول دعاء له هو الحمد الشعب إن شاء الله. آمين رب العالمين. آمين رب العالمين. اللهم انصرهم وسدد رميتهم واحفظهم. حوائجنا جميعا حوائج المنتصرين إن شاء الله وكلنا العدة هذه يا رب العالمين. يا سيدي أمنا أنت أحلى مضحاش. دخيلك دخيلك واختم على. أي والله دخيلك. دخيلك يا والله يا أبا عبد الله. دنيا وآخرة دخيلك. يا سيدي أمنا. السلام عليكم شيخنا. الله يسلمك يا أبويا. حياك الله. أهلا وسهلا برغد. شيخنا زهراء من الكوت تفضل ابويا. احنا نأسف الله شاهد انا ترى ما يمي اي شيء لا اشارة ولا اي جهاز حتى انا ودي كل الناس تتصل الله شاهد وودي كل الناس تحاجي الحسين. تفضل ابويا تفضلي زهراء تفضلي تفضلي يا زهراء. زهراء ما وصل اتصالها. ام ناصر من المدينة ما وصل اتصالك. ابنيتي ايلاف من امريكا ما وصل اتصالك لكن وصل إن شاء الله بأسماءكم وشخوصكم وقلوبكم عند الإمام الحسين. وصلينا ودعينا وقلنا سيدي أبا عبد الله قد استأمنونا بالدعاء وكل من ينظر إلينا على بابك يا أبا عبد الله يسأل السائلون وفي ظنهم الأكيد لا بل في معتقدهم أن الحوائج عندك مقضية. أول ما ندعو أن لا يحرمنا زيارتك أول شيء هذا الدعاء وأن يوفقنا لخدمتك وأن يرزقنا شفاعتك. اللهم وفق من نظر ومن حضر بهذه النية إلى سيدي مولاي أبا عبد الله الحسين. الآن نواصل الموضوع إلى حين استقبال بعض الاتصالات. مرات لكثافة الاتصال يحصلها. أم حسن من بغداد تفضل أخوي. عليكم. عليكم السلام. أهلا أم حسن. حقيقة أنا لما استجاب الدعاء من الإمام الحسين عليه السلام سريعة شلون؟ دائما كل ما أطلبه من الإمام يوجبني ويقدرني دائما. طبعا هو يوجب كل زائر دائما أكيد الحسين. وما أنه أنا من خدمة الإمام الحسين عليه السلام والنعم. أسألكم الدعاء بأن الله يوفقني ويرزقني العلم النافع إن شاء الله أن أنفع الناس. آمين رب العالمين. آمين رب العالمين. الإمام الحسين عليه السلام ألف الحمد لله رب والشكر. أكو خدام للحسين ذولا جاب دعاء خاص إلي يعني بأن يرزقني علم استفيد من عند الناس. على قولة حق الإمام الحسين. على قولة أستاذنا وأبونا سيد جاسم الطويرجاوي الله يحفظه ويطول عمره يعني هو والشيخ الشاهرودي أعلى الله مقامه هذول الأعلام الأفذاذ آخر المنبر صار دعاهم يقولون يا أبو يدعونا أن لا نحرم خدمة الحسين. أنتوا هم ادعوا لي أن لا أحرم خدمة سيد الحسين. أيوة يا شيخنا أنا أتمنى أن ما نحرم من خدمة الإمام الحسين حد آخر نفس. اللهم لا يحرمك إن شاء الله. الحسين ما يطرد خدامه مولاتي بس مرات وحاشا خدامه مرات خادم الدنيا شوية توسخه الحسين ما يضربه بس يدير وجهه عنه بعد ماكو نظر للجمال. لما دائما نبقى خدمة الإمام. آمين آمين آمين. اللهم لا يحرم دعاكم إنه بأن يجعلنا من خدمة الإمام الحسين عليه السلام. اللهم آمين. إلهي بحق الحسين على هذا الطريق. إلهي بحق الحسين ارزقها ذرية من خدام الحسين واجعلها من خدام الحسين. بس بعد عندي طلب شيخنا ادعي لي بقضاء الدين ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله. مولاتي قضاء الدين بزيارة الحسين رواية للإمام الصادق. انا اجي كل اسبوع. خلاص كل اسبوع بعد هنيئا لك. اللهم لا يحرمك هذا الشرف العظيم ان شاء الله. احنا من المدينة. حياكم الله. اهلا اهلا بالمدينة الطيبة مدينة الصدر. حياكم الله. اهلا يا ابوي. زهراء من الكوت تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا زهراء. أنا أرجعت ويا الشيخ على السماء أخويا. أنا بخدمتك. إحنا ما عندنا قبل من تليفونك للقناة. إن شاء الله إن شاء الله. أقدر أحكي أنت؟ هي احكي أنت على هواء مباشرة وكل العالم منتظرك تحكين زهراء. احكي زهراء. أخويا السلام عليكم شيخنا. عليكم ألف سلام يا أبوي. شيخنا بدي اسلم على الحسين. هو الحسين يريد يسلم عليك. سلمي. السلام على الحسين وعلى اخي ابو الفضل العباس وعلى اختي العوره زينب بطله كربلاء. يا مولاي يا ابا عبد الله
السلام عليك السلام عليك يا عجل النبي الفرج. آمين رب العالمين. عجل النبي الفرج الزمان إلهي بحق الحسين، اللهم عجل. زهراء ممكن أقول كلمة؟ زهراء، زهراء وانت تبكين ممكن أقول كلمة حتى العالم يعرف أنا ليش أبكي؟ قول شيخنا صابي قول. أنا والله العلي العظيم أرد أقول حال مو مصطنع بلا تكلف، الله فوقاي والنار جواي والحسين أمامي. أنا أقول أنا يم الحسين ومشتاق له، وبالظاهر بالظاهر بالظاهر أنا من خدامك سيدي. سيدي إذا الله لا يقولها تطردني بعيد وين أروح؟ شنو يصير بيه؟ إذا أنا يمك تفصل بيني وبينك أمتار من الناحية المادية وأنا حالي محفوس، أقول إذا أفارقك شلون؟ يعني أنا أقصد بعد وين يحطونه اللي يريد يزور الحسين حتى يرتاح؟ هنيالج ألف هنيالج. اي والله الف الف هنيالك. ذكرتيني بروايه كنت اقراها الى المشاهد او الك. بسم الله اسمح لي شويه. اي انا اسمعك بس ارد اسمعك ايه وبعدين روايه اذا تردين سمعين بس الايه. ترى اعينهم تفيض، هذا نص قران، هذا لمن قال حسبنا كتاب الله. ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الحسين هو الحق المطلق، يعني على قد معرفتك من الحسين تبكي، مثل الحب، الحب على قد معرفتك. الإمام الصادق يقول البكاء على قدر المعرفة، إيش قد تعرف الحسين تبكي عليه. يا عبد الله سولف إيش عندك؟ يسألك الدعاء. خدام خدام يا زهر، لأن زوجي جاي مر بنحمة. الله يفرج. ومريض هو، عنده السكر، عنده غدة سامة. زين جوا أريد الدعاء إلى جوا قبة الإمام الحسين. إن شاء الله إن شاء الله ما ننسى والدك ولا ننسى ويلي بالذرية الصالحة. إن شاء الله ذرية من خدام الحسين. الزوجة 20 سنة ومستغرة أكو عمل يمكن يا رب. سؤال سؤال زهراء، زهراء صار إيش قصد ما زاير الحسين؟ شهرين. شهرين والله هواية والله. يوم جاي أمر يا الله فرج عنها وعن زوجها وعن أبوها وفرغ بالها. الزهراء تقول نعمتان مجهولتان، الصحة والفراغ. الفراغ شني؟ قالت أن يفرغني لولدي الحسين، وهي الزهراء بعظيم شأنها اللامتناهي. احنا مولاي المساكين مادين ايدينا ان تفرغنا لزيارتك يا ابا عبد الله، لا تحرمنا زيارتك. ممنون منك يا زهراء، ممنون. شكرا لاتصالك، شكرا لاتصالك. نستقبل اتصال. حياكم الله ابو علي. حسين من بغداد. عليكم الف سلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين. شلونك شيخنا؟ شلونك حبيبي؟ الله يسلمك الله يعزك شيخنا. شيخنا عندي حاجة لأحد أصدقائي، أنا عسكري وبالدوام. خب جاي خبرك من الدوام. والنعم عند واحد من إخواني بلي يعني ما يقبل بالزواج، يريد يتزوج. أي الحسين تحت قبة الإمام الحسين عقد الزواج في يا الله. اللهم يرزق. هو مو بالزواج، هو مو حي الله زواج. هسه مرات واحد ابو سيدك ابو علي، اي والله مرات واحد يقول يلح عليها لزوجوني ومن يتزوج يسوي مشاكل اكثر. قول ان شاء الله زوجه صالحه، لان الامام صادق يقول اذا رزق بزوجه صالحه كان فيها خير الدنيا والاخره. بجاه الحسين مولاي. وعندي شغله، عند اخوي بالسجن، سجين حق باب الحوائج موسى بن جعفر ومثل يم الحسين، ارجع تدعي له ان شاء الله. يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله. شكرا شكرا ابو علي، حياكم الله. حياكم الله. زهير من عزيز من البصره، الله يساعد بالكنترول. عزيز من البصره تفضل حبيبي. السلام عليكم شيخنا، شلونك بويا؟ هذا مو صوت عزيز، هذا صوت مره. بويا شو اسمك؟ يلا عوف الكنترول، شو اسمك ان شاء الله عزيزه؟ انا عبيد من البصره. شو اسمك؟
عبير من البصره. عبير شوفي هذا بالكنترول يتيه النقط. يلا ابويا يلا تفضل تفضل ابويا عبير. السلام عليكم يا ابا عبد الله، السلام عليكم ابن رسول الله، السلام عليكم الله ابن خيرك، السلام عليكم ابن امير المسيد المقيمين، السلام عليكم ابن فاطمه الزهراء المسيد ابن العالمين، السلام عليكم الله ابن فارس، اللهم بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمه الزهراء وفاطمه الزهراء وخديجه الكبرى والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي محمد بن علي وعلي محمد بجاه صناعه المحصومين فضل والدي وسيدنا وزعنا مو بيت كبير ريح احنا قاعدين زاد توقفت والدتي عبير 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 انا ما ادري يمكن الخلل بالسماعه يمكن الخلل بس انت تحكين سريع كلش هوايه انا اول مره اشوف واحد يحكي اسرع مني يا ابو عبد الله على كيفك السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى روح اللي تحلت بسماعك وعلى روح الحسين قبل العباس قمر العزيز وعلى اختك زينب الحوار عبير انا ما قلت لك احكي اسرع انا مريض الناس وشاف والدي والدي مريض اقول لك عبير انا ما قلت لك فدوى سمعيني بوي انا ما قلت لك احكي اسرع كل مشاهدين العالم هسه بالهم ويا الحسين ويردون يسمعون لهم حكايه من اي مشاهد من اي موالي وحده محرومه من الزياره وحده عندها مشكله وحده عندها معجزه هي غير ولا يتذاكروا في حب الحسين احنا نريد نتذاكر والله لذة الخطيب من يشوف الناس والله لذة الخطيب ولذة الناعي من يشوف الناس تبكي على الحسين يقول ذولا أحسبهم كلهم شهود يوم القيامة وفي القبر أقول له إن قطرة الإمام الصادق يقول لو إن قطرة من دموع الباكينة على الحسين سقطت على نار جهنم لأطفأت حرها إيه عبير الله ما يحرمك ما يحرمك ان شاء الله ان شاء الله ما يحرمك من زياره الحسين يا لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا ابو فضل العباس والنعم والنعم من باب الحوائج شكرا لك عبير شكرا حيا الله زينب من بغداد السلام عليكم شيخنا عليكم الف سلام شلون صحتكم شيخنا الحمد لله سلمي على الحسين ونسولف انا وياك السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين إن شاء الله الحسين سمعت حياك الله يا زينب تفضلي شيخنا الفاضل نسألكم الدعاء على نحو الأمر بطل الإمام الحسين سلام الله عليه بحاجة في نفسي ولأهلي حقيقة اللهم يقضي حاجة كل محتاج وتحت قبته الدعاء مستجاب إن شاء الله اللهم شيخنا نسألكم الدعاء لأبنائنا في الحشد الشعبي يا رب ينصرهم بحق شيبة الحسين نصر عزيز مقتدر بالقريب العاجل ويقطع دابر الذين كفروا ببركة محمد وآل محمد إلهي آمين شيخنا سلامنا سلام الأهل لكم بالخصوص الله يسلمهم الله يخليكم شكرا شكرا أخت زينب حياكم الله الله عباس من المحمودية السلام عليكم شيخ العزيز عليكم ألف سلام إخوان شنو رأيكم أسا خطرة ببالي الله شاهد مو في ما عادها في ذهني كل محافظة تزكي نفسها بعدد المسلمين على الحسين البرنامج الآن يشمل محافظات ودول يعني يوم اللي ندعو إلى دولة أو إلى محافظة إذا ماكم متصل منها يعني شوية زحمة قدام الحسين فحتى تتوزع رقعة الاتصالات أدري الكل يتصل وما يحصل بس أحسن من باب التحفيز في ذلك فليتنافس المتنافسون تفضل حبيبي شلونك شيخنا العزيز شلونك يا قلبي أنا أحسن من هاي العمام اللي انت لابسها أنت تمثل العيون الجامدة فيها على الحسين والله الله يرضى عنك وانا ادعو الى ملا حميد اللي احنا والنعم يا ربي الله يوفقه ملا حميد الله يوفقه انا ادعو له من المنبر الان مباشره من مدينه الكوت ملا حميد التميمي ناعي الزهراء المخلص صاحب القلب الصادق وكل رواديد الحسين انا,
أنا لي حاجة يا أبا عبد. أنا ابني عند الرمور ميديا صار هو 20 سنة عمره، اليوم من الأطباء أريد دعائك يا مولاي، وأريد يفرج عنه وعن عائلتي. اللهم آمين. يفرج عنه وعن عائلتي. اللهم آمين. أقول السيد يا ابن فضل العباس، أقول له إذا تسمح لي شيخنا. إيه تفضل، أنت أمام قبة العباس. أقول له القاصد من يدس دخول المول بداره. إيه. بس يوصل حضرتك يشرح صدره هم ينزال. حلو. أريد الخاكي العباس يمكن ما ترد لك خايل. ومو عجيب الزين هم بسدر الجبال. ذمة 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 برغبتك كل جنب فوقك قاصر ينام. وريد همومهم ذلة تنزال حلفك بالشفوف الطاحن بيوم الطفوف على الشريعة، حلفك بالحسين وذن رضيعة، حلفك بالسموذي في الفجيعة، وضلع البطول الطاهر الحر الوديعة. انت بالشارات انت شلون مال الخاص يا سر الاله وسر صنيعة، جيتك والامل كار السماء الروح اخذ حاجته ومطرب من الخالي. بعد الله انت رجلك يرزاك بالشفت يلتم فيها الكرامة يحبك العالي، يا باب الحوائج يا ولي الله، يا شمعة الدنيا وهيبك الكون، بيك تشرف كربلاء يا غالي، بيك تشرف كربلاء يا غالي. والنعم منك. أقول لبعض الله، أقول حسيناه مثل ما العذب حبك، حسيناه مثل ما العذب حبك، حسيناه جرى مجرى الدم بينا، حسيناه هذا والله ما ننسى، حسيناه اللي ساحت من سلماني نبيه. احسنت، صح لسانك، ممنون منك من اهل المحموديه. شكرا لك، شكرا لك. رحمه الله على والديك، وانا قريبا يوم الاموال افكر لك وبكي اشوفك في الكريم. انا خادم لك ومتشرف بخدمتكم ان شاء الله، بس انوه للمشاهدين ان غدا غدا ان شاء الله ليله الغد ختام هذا البرنامج، وان شاء الله نعاود في الاسابيع القادمه ببركه محمد وال محمد، طبعا لظرف السفر المفاجئ. حياك الله محمد من العماره. زين. حياك الله محمد، تفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. انا وياك. اي انا هم وياك. يلا تفضلوا. اذا نرجع الى القطره التي لو سقطت على نار جهنم لاطفأت حرها، ولكن هل تهجر هذه القطره عين الانسان؟ طبعا الموضوع موسع، يعني يحتاج الى اكثر من 45 دقيقه، اقصد موضوع الهجر الجميل ومعناه، ولكن القليل افضل من الحرمان. ننتقل إلى عالم هجر الدمعة. غفران، أي ما يلا حياكم الله. غفران من الديوانية، تفضل يا غفران. اسمعيني من الموبايل، من الموبايل اسمعيني، ونص التلفزيون. حياك الله يا غفران. غفران أكو تردد بالصوت، نصي التلفزيون وسمعيني من الموبايل. خلاص، تهجر العين دموعها. أنا ما أسمعك. نص التلفزيون، انقطع الاتصال. اللهم يعافيك يا غفران بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أم فاضل من بغداد. ببيت محمد. تهجر العين دموعها. اتفضلي ونص التلفزيون أم فاضل. ألو. شوف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله حلوات العجايز. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام على الحسين. اي والله على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى ابو الفضل العباس بطيع الكفين. نعم. وعلى زينب الحوراء. سلام الله عليك يما. سلام عليكم شيخي. شلونك يما؟ اريد حاجتي منك يا ابو الفضل العباس والحسين والسيده زينب. قضت ان شاء الله.